يصوت مجلس النواب الأمريكي على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح حالما يوافق النواب على القرار ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله إثر اتهامات بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيق للكونغرس. رئيسة مجلس النواب الأمريكي والسيدة نانسي بيلوسي اتهمت ترامب بأنه يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي بشكل لم يترك للديمقراطيين أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله. نحن نشاهد الآن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من واشنطن لاستمرار هذه الجلسة وانعقاد مجلس النواب الأمريكي في جلسة ربما يعني تسقط قرارا بعزل الرئيس. هذا القرار سيذهب في بعد ذلك إلى الكونغرس الأمريكي. هناك مشادات وحديث كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يستطيعون ربما إدارة هذه اللعبة في هذه المرحلة ومراحل أخرى عديدة. إلى الآن الجلسة مستمرة. هناك أحاديث وكلمات للنواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي. سنرى فيما بعد نتيجة هذا التصويت والإجراءات القانونية التي سيتم يعني بعدها. يذكر بأن مجلس النواب الأمريكي يسوده ويعني يعم غالبه من النواب الديمقراطيين، بينما يحتل النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بشكل عام. دعونا نستمع الآن إلى ما قالته السيدة بيلوسي حول هذا الأمر. أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. إذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا. الرئيس لم يترك لنا خيار سوى إطلاق إجراءات عزله. ما نناقشه اليوم هي حقائق بشأن انتهاك الرئيس للدستور، وهو يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي بل وللديمقراطية الأمريكية. وفي تفاعله مع الجلسة الخاصة بالتصويت على عزله، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه اتهامات الديمقراطيين وإصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ. وقال ترامب عبر تغريدة له على موقع تويتر أنه لا يمكن التصديق بأن إجراءات عزله ستنطلق اليوم، واصفا الأمر بالفظيع. نرحب بضيفينا من واشنطن الدبلوماسي السابق السيد مسعود معلوف والناشط في الحزب الجمهوري السيد باتريك مارا. أهلا بضيوفي جميعا. أبدأ مع السيد مسعود معلوف. سيد مسعود، رأينا قبل قليل صور جلسة مجلس النواب، الجميع يعني كجمهوريين متخوفون، الرئيس قال هذا أمر فظيع. الآن هناك جلسة لمجلس النواب، ما الذي تعتقد أن تكون نتائجها؟ ما الذي تعتقد أبرز النقاط التي ستقال فيها، وهل ستؤدي إلى التصويت فعلا إلى عزل الرئيس؟ مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم السيد باتريك مارا وللمشاهدين الكرام. ما المتوقع والمتوقع جدا أن يحصل اليوم في مجلس النواب هو أن يصوت أكثرية أعضاء مجلس النواب على اتهام الرئيس ترامب بمادتين من المواد الهامة جدا، أو المادة الأولى هي تجاوز حد السلطة أو إساءة استعمال السلطة بالنظر إلى طلبه من الجمهورية الأوكرانية أن يحققوا بخصمه جو بايدن وابنه لأعمالهما هنالك في أوكرانيا. والسبب والمادة الثانية هي مسألة عرقلة أعمال الكونغرس، إذ أن الرئيس رفض أن يقدم الشهود والمستندات لكي يبني الكونغرس، لكي يبني مجلس النواب التابع للكونغرس، الكونغرس يبني تحقيقاته على أساسها. الكونغرس حاليا مجلس النواب بحاجة إلى 218 صوت لكي يتخذ القرار باتهام الرئيس، والديمقراطيون الذين يسيرون بهذا المسار عندهم 232 صوت.
نقص منهم صوتان قررا أن يصوتا ضد إدانة الرئيس ترامب، وأحد أعضاء مجلس النواب غير حزبه وانتقل من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري في الأيام القليلة الماضية، لأنه يخشى في الانتخابات القادمة في السنة القادمة بعد سنة من الآن أن لكونه من ولاية فيها أكثرية جمهورية أن يخسر الانتخابات. فالمساء متوقع جدا أن يتخذ مجلس النواب القرار باتهام الرئيس ترامب بهذين الجرمين اللذين تحدثت عنهما، وبعد ذلك يحال هذا القرار إلى مجلس الشيوخ. في مجلس الشيوخ هنالك ضرورة لإقالة الرئيس ترامب أن يكون هنالك أكثرية الثلثين، يعني من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يجب أن ينتخب 67 عضوا لصالح إقالة الرئيس، وهذا أمر شبه مستحيل في الوقت الحاضر، أي أنها المسألة ستذهب إلى من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وستبقى في مجلس الشيوخ دون نتيجة بالنسبة للرئيس ترامب. وبعد ذلك سنرى ما يحصل، هل سيستفيد الرئيس ترامب من ذلك ويبني على تبرئته من مجلس الشيوخ حملته الانتخابية القادمة، أم أنه سيخسر ويبني الديمقراطيون على عملهم حملتهم الانتخابية القادمة في الرئاسة في نوفمبر القادم. طيب سيد باتريك مارا، ما الذي تعتقده أن يكون هي في النهاية يعني رسالة واضحة للرئيس ترامب، هو ثالث رئيس جمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث مع هذا الأمر، ما توقعاتك لأفاق هذا التصويت اليوم ونحن تقريبا هناك ساعتين ما دون ذلك لنهاية لبدء هذا التصويت أو نهاية هذه الجلسة؟ نعم، شكرا جزيلا لاستضافتي اليوم. كما رأينا من اليوم فإن مطاردة الساحرات من هذا الحزب لا تزال ماثلة. هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة حيث نرى عزلا أو يستعمل كسلاح لأسباب حزبية. الديمقراطيين الذين هم أعضاء في الكونغرس كانوا يحاولون عزل أو محاولة عزل الرئيس ترامب حتى في اليوم الأول من تنصيبه وبعد أيضا حفل أو أداء اليمين. هذا ليس شيئا جديدا. في مجلس النواب رأينا ديمقراطيين متحزبين، وليس هناك أي جمهوري سيصوت لمصلحة العزل، عزل الرئيس. والحقيقة أننا رأينا ديمقراطيا تغير وانتقل إلى الجمهوريين، وهذه كما قلت لعبة سياسية من الديمقراطيين. ليس هناك أدلة على أي جريمة أو جنحة كما يتطلب للعزل طبقا للدستور الأمريكي. وكما رأينا في النص الذي نشر بشأن مكالمة يوليو مع الرئيس زيلينسكي، فإن زيلينسكي والرئيس ترامب قال، وكما نستطيع أن نرى في النص، بأنه لم يكن هناك أي ضغط قد وضع على زيلينسكي ولم يكن هناك أي مقايضة. إذن أعتقد بأننا سنرى بكل تأكيد عزلا اليوم، لأن سنرى موافقة طبعا على التهمتين اليوم، ثم سينتقل هذا إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة. وفي مجلس الشيوخ هذا مثل الأعمال الهرقلية لإخراج الرئيس من مكتبه. وأعتقد بأن ما نتعلمه من هذا العزل أو المحاولة الثالثة هو بأن ما سنراه في المستقبل ربما رؤساء أكثر يواجهون العزل فقط لأسباب سياسية وحزبية. الديمقراطيون وخاصة في مجلس النواب قرروا بأن يلاحقوا الرئيس ويهاجموا الرئيس منذ أول يوم من انتخابه. نعم، وإنهم فقط يعودون إلى انتخابات 2016 ويحاولوا أن يخرجوه من السلطة من خلال هذا الإجراء. هذا جزء فقط من الدورة الانتخابية ل 2020، وهذا يوم حزين بالنسبة للولايات المتحدة. وأعتقد كما قلت بأننا سنرى رؤساء من الجانبين سيواجهون العزل فقط لأسباب حزبية بحتة لا لأي سبب آخر، فقط لملاحقته. طيب سيد مسعود، البعض يقول يعني كما تحدث سيد باتريك
هي فقط يعني من ناحية حزبية انتخابية، الانتخابات أصبحت على الباب، هناك شهور تفصلنا عنها، الديمقراطيون يريدون استعادة هذا المنصب وبالتالي بدأوا في هذه الحملة. لكن ألا تعتقد استخدام هذه الأدوات الدستورية هو أمر خطر بشكل كبير في الكونغرس أو حتى في مجلس الشيوخ؟ نعم، عندك كل الحق، إنه أمر خطير، ولكن يجب أن تتخذ الأمور وفقا للدستور. علينا أن نتنبه، مع تقديري واحترامي لما تفضل به ضيفك الكريم السيد باتريك مارا، عندما تسلم الديمقراطيون رئاسة مجلس النواب في مطلع هذا العام بعد أن فازوا في الانتخابات نهاية السنة الماضية، بدأ كثير منهم يطالبون رئيسة مجلس النواب بالمباشرة بعملية بمسار عزل الرئيس أو اتهامه، وكانت تتردد كثيرا وترفض ذلك لأنه لم يكن هنالك أدلة أو إثباتات تبرر القيام بمثل هذا العمل. كان هنالك فعلا الرئيس ترامب يقوم بأعمال غريبة جدا، هو رئيس غير نمطي، يكذب كثيرا والجميع يعرف ذلك، إذ أنه حتى اليوم قد كذب 15,000 مرة منذ تسلمه الرئاسة في أقل من 3 سنوات، ولكن هذه الكذبات كانت على التلفزيون وأمام الناخبين وفي خطابات، لم تكن أمام لجنة تحقيق حيث أقسم اليمين بعدم الكذب. هذه عندما يقسم اليمين وإذا كذب هذه تعتبر جريمة، أما عندما يكذب على التلفزيون فهذا أمر يمر أمر سياسي ويحاكمه فقط الناخبون يوم الانتخاب. فلذلك كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي تتجنب كثيرا، إلى أن برزت قضية أوكرانيا حيث طلب الرئيس من رئيس أوكرانيا، والإثباتات موجودة والأدلة موجودة، كيف الأدلة موجودة سيد مسعود؟ الذين شهدوا أمام اللجنة هم قالوا نعم. لم يتم تسليم هذه الأدلة، فبالتالي يعني البعض يقول لا يوجد أدلة. نعم، لنقل الأمور كما هي فعلا. المسار، هذا المسار، هذا التحقيق، هذا الاتهام هو أمر سياسي بحت، أي ليس هو هنالك قضاء ومخالفة قانون ويجلس القاضي وهناك المدعي وهنالك المحامي الذي يدافع. الاتهام هنا يصدر عن مجلس النواب، وعلى مجلس النواب بأكثريته أن يقرر أن الرئيس خالف الدستور أو أن الرئيس تجاوز حد السلطة. والديمقراطيون يقولون أن الرئيس فعل ذلك لأنه هنالك لجنتان تحقيق، لجنة الاستخبارات ولجنة العدل، وكلا اللجنتين طبعا التي فيهما الأكثرية للديمقراطيين حققت مع أناس كان الرئيس ترامب بنفسه عينهم، وهم الذين كانوا همزة الوصل مع الرئيس الأوكراني ومع السلطات الأوكرانية، وهم يقولون فعلا أن الرئيس طلب منهم أن يطلبوا من السلطات الأوكرانية التحقيق مع خصمه، بالنسبة إلى خصمه، لكي يستدر منه من هنالك أخبارا سيئة يستعملها في المعركة الانتخابية القادمة. طيب. ضد المرشح ربما قد يفوز جو بايدن. ومن هذا المنطلق هذا إدخال سلطات غريبة إلى المعركة الانتخابية الأمريكية، هذا تجاوز للسلطة، هذا يعرض الديمقراطية للخطر. يضاف إلى ذلك صديقي العزيز أنه أوقف الرئيس ترامب $400 مليون مساعدة وصلت الفكرة سيد مسعود عندما كانت تتعرض لهجومة من روسيا. دعني أحيل هذا الموضوع استثمارا للوقت مع سيد باتريك مارا. سيد باتريك، يعني الرئيس ترامب شخصية استثنائية، رأيناه يخالف الكثير من القوانين، الأنظمة، كثير من الحديث يعني خرجت متضاربة، مسألة حتى الجانب يعني الحديث مع الجانب الأوكراني حول خصمه كانت ضبابية، وبالتالي توحي بأن هناك كان أمرا يطبخ في الكواليس. أليس كل هذا ربما أن يعني يلقي بظلاله أساسا على الرئيس ترامب وعزله؟ بدقيقة سيد باتريك.
حسنا أعتقد نعم أعتقد لقد رأينا أمرا مشابها في عزل الرئيس كلينتون في 1998 حين كان مجار العزل وغيره مسار العزل وغيره جعل كلينتون يحظى بشعبية أكثر لأن الشعب رأى بأن إجراءات العزل كانت غير نافعة وأعتقد بأننا سنرى الشيء ذاته هذه السنة والحقيقة هو أننا حينما سنصل إلى نوفمبر 2020 أعتقد بأن العزل سيساعد الرئيس ترامب وبكل صراحة إذا أراد الديمقراطيون أن يلاحقوا ترامب فعليه أن يفعلوه من خلال التصويت وفي يوم الانتخابات وعليهم أن لا يضيعوا الوقت وأموال الضرائب على هذا المسار. أشكرك جزيلا على كل حال من واشنطن الدبلوماسي السابق سيد مسعود معلوف والناشط في الحزب الجمهوري سيد باتريك مارا شكرا جزيلا لكما.